الخير على كل اللي بيشوفونا على قناة الصحة والجمال. هنكون معاكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجكم التجمع الخامس أو التجمع السادس. موضوع حلقتنا النهاردة عن الغيرة والنفسنة، بس مش الغيرة اللي بين الأحبة أو المرتبطين أو كده، الغيرة اللي بتوصل للنفسنة اللي هي بيكون ليها علاقة بين الإخوات أو بين القرايب أو بين الزمايل في الشغل. ومعانا قصة هنحكيها النهاردة بتدور حول النفسنة والغيرة، وهتحكيها لنا معانا نورهان. قصتنا النهاردة عن النفسنة، هما كانوا أختين بنات، واحدة حلوة جدا والتانية وحشة. البنت الوحشة دي كانت على طول بتأذي أختها في كل حاجة، كانت على طول شايفه ان اختها احلى منها وبيجي لها فرص حلوه ومخطوبه وهتتجوز وهي لا، فقررت ان هي تاذيها. كانت دايما بتاذيها لحد ما وصل الموضوع، كان مره خطيب اختها موجود عندهم في البيت وجابت رقم تاني وسجلته في موبايل اختها وبعتت لها رساله وقالت لها انا يا حبيبتي انا مستنيكي. فخطيب اختها قاعد ماسك الموبايل فشاف الرساله فساب اختها ومشي. جت مامتها دخلت قالت لها احلفي ان انت اللي ما عملتيش كده. قالت لها انا اللي عملت كده، واني يعني انا ليه اختي احلى مني وليه دايما هي اللي ليها فرص. لحد ما هي ندمت جدا على اللي هي عملته واتاثرت قوي ان هي اذت اختها وخطيب اختها راح منها وحاجات كتير وحشه حصلت لهم. لحد ما تاني يوم صحيوا من النوم لقيت اختها توفت، ماتت من كتر من الصدمه ان هي اختها هي اللي بتنفسن عليها. الدرجات دي النفسنه مش بس بقت بتقتصر ما بيننا على مثلا في مجال الشغل او ما بين الاصدقاء، لا هو للاسف بدات توصل كمان انها بين الاخوات، انها ممكن توصل لامراض نفسيه، ممكن توصل زي ما قالت نورهان ان البنت توفت. بقت فعلا حاجه بشعه جدا، موضوع النفسنه ده بقى كمان منتشر بشكل كبير جدا ما بين الاخوات. بصي هي النفسنه ليها علاقه بالغيره، يعني البنت الاخت بتبقى غيرانه من اختها، دي بتعاملني احسن او مامتي مثلا بتعاملها احسن مني. ممكن يكون للاهل دور في كده، في طريقه تعاملهم مثلا مع واحده عن الثانيه او ولد عن ولد الثاني. ممكن عشان ساعات الاهل بيفرقوا، بس هي ما بتبقاش قصدها تفرق، ما فيش ام بتحب حد اكتر من حد، كلهم ولادها، بس بيبقى في حد عنده معزه كده بس مش اكتر. ما ده برضو يعني المفروض ان الاهل ياخدوا بالهم منه، ان انا بلاش يكون عندي برضو قدر المعزه الكبيره دي لدرجه انها تظهر للشخص التاني ان انا بفرق ما بينكم، فاوريدي ان الشخص التاني بيبدا ينافس من التاني او يغير فيبدا يحاول يأذيه. بس برضه هي بتبقاش ليها علاقه برضه بالاهل اكتر، لان بيبقى في برضه مواقف تانية، يعني مثلا ناجحه في شغلها، ناجحه في حياتها العمليه، ناجحه في حاجات كتير، مثلا في الحاله العاطفيه بتاعتها ناجحه فيها، فممكن تكون اختها مثلا بتبص لها من الجانب ده، ليه هي ناجحه في كل ده وانا مثلا مش ناجحه. بالظبط، هي ممكن تكون فعلا بتبص لها من الجانب دي. بس ليه برضو يعني هي ممكن تكون خارج عن اراده الانسان، بس ليه انا ما ابصش لنفسي؟ ايه اللي ممكن يميزني؟ يمكن اختي اكتشفت حاجه تميزها. بالظبط، لازم كل واحد يدور على اللي جواه، هو يشوف احسن حاجه فيه ويقدمها، مش يقعد يقول انا ليه ده احسن مني وليه دي عندها وانا ما عنديش، ليه انا ما اشتغلش على نفسي واوصل لحاجه حلوه واوصل لحاجه كويسه وتبقى انا كمان الناس بتقول عليا ان انا مميزه. نفسنا برضو مش ما بين الاخوات، في نفسنا في الشغل، يعني يبقى يقول لك لا ده بيشتغل بقى وهو بقى مديري وهو بقى احسن مني. طب ما تسعى انت ان انت تبقى ده، اسعى واشتغل لحد ما تاخد مرتبه اعلى منه، ليه بتبص له؟ ليه ما تبصش لنفسك؟ هو الواحد يكون عنده طموح ان هو يوصل لحاجه في شغله، دي حاجه حلوه جدا، بس ان هو ينافسن ده يعني بيخلي فيه جواه حقد، مش نفسنا بس. هي على فكره لو ناخد بالنا بقى من الموقف ده، ان دايما بتحصل النفسنه ويمكن بشكل اكبر ما بين مثلا زميلين كانوا في نفس السنه، في نفس الجامعه، في نفس كل حاجه، فجاه هو بقى اعلى مني زي ما انت قلتي يا نورهان، بقى هو المدير او بقى ماسك منصب كويس. طيب هو زي ما انا قلت لكم هو ممكن يكون اكتشف حاجه تميزه او اداؤه ومهاراته، اشتغل على نفسه كتير لحد ما وصل. بالظبط كده، لكن مفيش انسان مفيش حاجه بتميزه، مفيش انسان ما يقدرش ان هو يوصل لحاجه. احنا ممكن نختلف، مش شرط ان انا اخد نفس منصبك، مش شرط ان انا اعمل نفس اللي انت بتعمله. صح. الشباب دلوقتي بقت قاعده على النت، تلاقي مثلا شاب قدهم فاتح كافيه، ده ما تعبش في حاجه، ده قاعد بصي معاه موبايل ايه، بصي لابس ساعه ايه، بصي لابس هدوم ازاي، ما بيبصوش للي هو عمله، ما شافوش اللي بالظبط، ما شافوش في الاول هو مر بايه عشان يوصل لده. النفسنه حاجه وحشه قوي بجد فعلا يا جماعه، بتأذي جامد، وبتأذي يعني اللي بينفسن والتاني برضو، فاهمه اللي هو انت بتنفسن عليه، الاتنين بيتأذوا. لان برضو حسب برضو فاهمه انا بحسدك انا بحسدك بالظبط. وبرضو في برضو حسد مش في الشغل، الجيران يا جماعه دي عملت صينيه بشاميل تحفه، اشمعنى هي بتعرف تعملها وانا لا؟ بحطي بالتين مش بيضه واحده يعني في حاجات غريبه كده بتحصل. والله فعلا يعني دي يا جماعه يعني النفسنه فعلا زي ما احنا قلنا بتبقى موجوده بين الجيران، للاسف كمان انها وصلت ما بين الاخوات، ما بين الشغل بتبقى موجوده، وممكن الصحاب اوحش حاجه بتاعت الصحاب، وبالذات بقى لما تكون مقربه منك وتبدا تنفسن عليكي بجد بتبقى القاضيه بالنسبه لك. هي بتبقى صاحبتك، صاحبه عمرك اللي بتحكي لها على كل حاجه، كل موقف انت بتعيشيه في حياتك انت بتحكيه لها، سواء بقى في شغلك او في حياتك العاطفيه او في اي حاجه بتحكيها، بتبقي مديها الامان، ما بتبقيش عامله الغدر. لكن وتلاقي ان اقرب حد فعلا بيديك الغدر هو اقرب حد ليك، هو صاحبك اللي عارف كل حاجه عنك، اللي عارف مثلا يدخل لك منين، من نقط ضعفك. الحقد بيبقى كبير جدا، ودي بتبقى حاجه يعني عايزه اقول لك بتبقى مؤلمه جدا للطرف اللي حصلت له، اللي هو انا ازاي شخص انا امنته وعرفته كل حاجه، ازاي ممكن تكون اختي، ازاي ممكن تكون صاحبتي المقربه، انها تعمل فيها كده. النفسنا بتوصلنا لمراحل كتير جدا مش كويسه، وبتاذي الشخص او الطرف الثاني. هي لو واحده بتنفسن على صاحبتها فهي مش صاحبه من الاول، عشان في مواقف كتير حصلت قدامي مع ناس صحابي، 2 صحابي يبقوا صحاب قوي وفجاه يدخل طرف ثالث يوقع ما بينهم، فانتوا فين صحبيتكم؟ يبقى كان الطرف من ضمن الاشخاص دي كان عنده استعداد ان هو يبقى يخسر الثاني. بالظبط كده. والغيره ان هي تقعد ترمي عليها كلام في وسط اصحابها، الكلام حتى بترميه بهزار، بس لا انا قصده بجد. هو دايما بيقول لك اعرف يعني الشخصيه او الطبع من الهزار بالظبط ومن الهزار ركزي بقى في الهزار، هتلاقي مثلا بترمي الكلام، بتحاول تضايقها قدام الناس. انت عملت ايه يعني، هو انت فيكي ايه زياده عشان تنجحي يا شيخه، يا شيخه روحي؟ لا هي بتبقى عايزه توحش صورتها قدام الناس عشان تفضل هي احسن حد. ده المشكله ان ربنا اصلا مدي لكل واحد يعني حقه ثالث ومثلث، المفروض ان كل واحد عنده ميزه بتميزه عن التاني، ليه بتبصوا الميزه التانيه اللي على الشخص التاني؟ طب ما تبصي تشوف نفسك جواك ايه، شوف انت نفسك تحقق ايه واسعى في ده وحاول ان انت توصل له، ليه بتبص للي قدامك؟ ليه بتغير؟ ليه بتنفسن عليه؟ كل دي حاجات ما بتبقاش حلوه، وبتاذي اصلا يعني الشخص المؤذي فعلا في الحوار ده، اللي بينفسن واللي بيتنفسن عليه في الحالتين. يعني انت ممكن تكون عندك ميزه، عندك حاجه تخليك مختلف عنه، ممكن توصل لمجال اعلى منه او منصب اعلى منه، لكن لو انا جيت اجرب او انا حاولت ان انا اخد مثلا المنصب منه من الشغل، ممكن انا ما انفعش فيه، مهاراتي ما تسمحليش، اكيد هيبقى في حاجه تميزني، حاجه تخليني قادر ان انا اوصل لحاجه. خلونا نختلف يا جماعه، الاختلاف بيصنع كل التميز في حياه الانسان، مش شرط ان انا اكون تبقى الاصل من الشخص ده. ما طول ما انا باصص لحد تاني وعايزه ابقى زيه عمري ما هوصل لحاجه حلوه وعمري ما هنجح، طول ما انا باصص لشخص تاني عمري ما هنجح. هو ده سبب من اسباب النفسنه، ان انا باصص هو وصل لايه، هي عندها ايه مش عندي، هي بتعمل ايه انا ما بعملوش، او هي فيها ايه زياده عني. بس لو احنا قدرنا ان احنا ندور يعني على ذاتنا، نكتشف نفسنا، نكتشف مهاراتنا، الموهبه اللي عندي فين واطلعها، اكيد هتكون حاجه مختلفه، وهتكون حاجه انها توصلك بشكل كويس. تمام، هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم فقره النهارده بموضوع النفسنه. النفسنه مش بس اقتصر على العمل والصحاب، لا ده في نفسنه عندنا موضوع كبير جدا، نفسنه الحما على مثلا زوجة ابنها، دي نفسنه كبيره جدا بقى، بتحصل فعلا، بتخرب بيوت. بتلاقي مثلا الحما تبقى انت ايه ده انت جبت لها، طب انت ما جبتليش ليه، انت بتحب، تبدا بقى تقول لك ايه ده بيحبها اكتر مني، خلاص هتاخده مني انت ابني، انا عايزك ليا. وفعلا بيغيروا جدا وبيعملوا مشاكل، يعني هي نستتك بيت ابنها عشان هي غيرانه منه على جوزها، مع ان حب الام ده غير حب الزوجه اصلا، بيختلف برضو يعني. بالظبط، بس زي ما نقول هي كانت شايفه ان هو كان ملكيه ليها، فجأة بدأ ان هو يروح مع واحدة تانية هي زوجته، لكن هي الحياة برضه. الكلام ده بيبقى اكتر بقى لو ولد وحيد، لو ولد واحد بس، او الكبير، او الولد الكبير تبقى انت واخده بونبونيه العيله، انت عايزه تستفردي بيه. ايوه صح. لا موضوع فعلا وحش جدا، ان تبقى الحما بتغير من مرات ابنها، دي بتوصل يبقى في مشاكل وضغط اصلا على الراجل نفسه. دي امي غيرانه، طب ما هي برضو يعني مراتي برضو ما هي ممكن تغير من امي لو انا برضو عملت زياده. بيوصلنا بعد كده للمشاكل دي، نسب الطلاق بتاعي على حساب المشاكل دي بالظبط. يعني الراجل ما بيبقاش عارف طب انا اعمل ايه، طب ما هي مامتي وهي مراتي اعمل ايه، اعمل ايه. ونقطه ثانيه تخص الحموات السلايف برضه بيقعدوا نفسنا على بعض ويتكلموا على بعض، ودي اشمعنى بقى انا حماتي بتعامل دي احسن مني، ليه مش بتعاملني انا كده؟ طب ما تبصي وشوفي هي ليه بتعملها احسن منك، يمكن تكون بتسال عنها، بتحبها، بتودها، انت برضو ممكن تقربي منها، ساعتها مش هتخليها ان يبقى في نفسنا بينك وبينها. لان فعلا في سلايف بتوصل بعضها ان هم يبقى في حالات طلاق في وسط بتخرب بيوت بالظبط. بيبقى في فعلا نسب طلاق عاليه جدا بسبب السلايف دي بالذات، بسبب النفسنه. فعلا هي ممكن تكون طريقه تعاملها معاها غير طريقه تعاملك، يعني ممكن تكون هي متبعه عامل كما تحب ان تعامل. دايما خلينا ماشيين يا جماعه على النطاق ده. طيب يا جماعه، موضوع حلقتنا النهارده كان عن النفسنه، وعايزه اقول لكم يا ريت كل واحد يحاول يشوف الحاجه الحلوه اللي جواه ويشتغل عليها يوصل لحلمه. موضوع حلقتنا النهارده خلص، ومكملين معاكم مع فقره جديده مع زمايلنا. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا، مشاهدي قناه الصحه والجمال، ولسه مع برنامجكم التجمع السادس، ولسه مع فقره برنامجنا. بفقره تانيه بنناقش لسه موضوع النفسنه. ممكن موضوع النفسنه يبقى بطريقه ايجابيه ان هو الواحد يطور من نفسه ويحاول ينمي قدراته، بس لو الموضوع قلب بطريقه عكسيه ممكن ياثر على اللي حواليه وعلى اصدقائه وعلى كل اللي حواليه. ممكن يكون ده بسبب الغيره او الحسد او قله الثقه بالنفس، وممكن يكون بسبب ان هو حاسس ان هو اقل من اللي حواليه ومش مقدر قيمته ومش مقدر قدراته. ده حقيقي. وكمان فعلا يا سمر زي ما انت قلتي، غير قصه انه النفسنه وانه هو ممكن يكون مش مقدر قدراته، بتخلي انه زمان اول ما كنا نقول مصطلح النفسنه كان يجي في دماغنا النفسنه ما بين 6 و6. دلوقتي بسبب اللي انت قلتيه بقت في ظاهره غريبه جدا انه ممكن يبقى في نفسنه ما بين راجلين او حتى كمان راجل وست، انه ممكن راجل ينفسن من ست او ست تنفسن من راجل في مجال الشغل، في مجال حتى القرايب، الحياه عموما. فخلت الظاهره غريبه، ما بقيناش لسه لغايه دلوقتي عارفين ايه اللي ممكن يخلي دي حاجه تحصل ما بين راجل وست مختلفين عن بعض، مفيش أي منافسة ما بينهم وما بين بعض. عشان هي مش مرتبطة بالجنس على قد ما هي مرتبطة بالشخصية. يعني الشخص اللي بيبقى عنده عدم ثقة في نفسه أو عنده نقص كبير بيشوف إن دايما إمكانيات اللي حواليه أعلى من إمكانياته، ما بيقدرش يقدر أو يعرف نفسه كويس، فيشوف إيه مميزاته اللي بتميزه عن غيره، واللي ممكن أصلا الشخص اللي هو بيغير منه ده ما يكونش عنده نفس المميزات. يعني عندك حق يا رنيم، ممكن يكون هو قدراته أعلى منه بكتير بس مش مقدر نقطة القوة اللي عنده، وعارف وفاكر إن اللي حواليه كلهم أقوى منه وإن هم أحسن منه، وعشان كده بينفسن عليهم أو بيغير منهم. ده حقيقي. يعني ممكن كمان هو مش بس ان هو كمان مش قادر يشوف نقط القوة بتاعته، ممكن يبقى فاهم انه نقطة القوة عنده انه انا يعني اهدم الناس اللي حواليا، ابص عليهم بطريقه سلبيه. بس هو الحقيقه انا دايما بيبقى يعني عندي سؤال، ما ببقاش عارف هو امتى اقدر اتاكد فعلا انه انا اللي حواليا منافسين مني، او ان في حد معين منافسن مني، وانه ده مش وهم انا اللي مفهمه لنفسي انه في حد منافس مني. انا ممكن ما اكونش انجزت انجاز كبير يكون حد فعلا يحسدني عليه، بس انا مقتنع طول الوقت. في ناس عندها ده، مقتنعين طول الوقت انه فلان منافس مني، فلانه منافس مني، خصوصا أيوة الستات بقى، معلش عشان كل مره بنتكلم في الموضوع ده. لا هو مش شرط الستات على فكره، ان انا انجازاتي مثلا صغيره وبحكي عنها ومفتخره بيها، وعندي شخص بيقلل منها قدامي، هيحكي عن انجازاته اللي بنفس البساطه، بس هيحكي عنها بفخر. يعني هتكون انجازاته بنفس بساطه انجازاتي، بس هلاقيه ان هو بيقلل من انجازاتي انا وبيحكي عن انجازاته هو بنفس الفخر. وشاري عربيه جديده، اقول مثلا في انا شفت عربيه جديده، انت عملت ايه؟ طب ما انا ممكن اشتري عادي. طب ما انت لو مثلا رحت جبت حاجه من مكان معين والحاجه دي نادره جدا او غاليه جدا، ممكن اللي قدامك تفهم من اللي انت عملته مهما كان انجاز كويس او انجاز نادر. هو طيب احنا ممكن ناخد مداخله تليفونيه نعرف راي الناس كمان معانا في موضوع النهارده. الو، مساء الخير. مساء النور. انا عايزه اوجه لكم الاول تحيه كلكم، اهلا بيكي الاول، نحب نتعرف عليكي الاول. انا نورهان. ازيك يا نورهان، اخبارك ايه؟ الحمد لله متابعانا كويس. انا عايزه اقول ان انتوا كلكم ما شاء الله عليكم، هنفتقدكم جدا بعد لما البرنامج يخلص. ربنا يخليكي. ميرسي ميرسي جدا. قولي لي يا نورهان، ايه رايك النهارده في موضوع حلقه النهارده؟ واجهتي النفسانه اكيد في حياتك. اسباب النفسانه دي انا يعني عندي راي كده هقوله لكم. انا شايفه دايما ان البني ادم اللي بينفسن بيبقى باصص للجزء الحلو بس من حياه البني ادم، ما يعرفش ان في حاجات تانية مش كويسه هو مش شايفها، مش باصص للجزء الضلمه اللي محير، مش باصص لنقطه الضعف اللي عند الطرف الثاني اللي هو بينفسن عليه، باصص لنقطه القوه بس اللي عنده. ايوه. ايه اكتر الاشكال النفسانه اللي ممكن تكوني قابلتيها يا نورهان؟ انا اعرف مثلا 2 صحابي، يعني حد يعني بيحب التاني وبيعامله كويس، ولو في اي مصلحه ليه بيحاول يوجهها له كده، والشخص التاني حاقد دايما على صاحبه ده، وبيبص دايما انه ليه ده احسن مني، وليه ده شغله احسن مني، ليه ده مستواه اعلى مني، وهكذا. كل موقف يحصل ده يحقد على ده لحد ما الغيره وصلت. الغيره عنده وصلت لحقده وكره كمان. نفسنا ما خلتش الطرف اللي بينفسن قادر ياخد باله قد ايه الطرف الثاني بيحبه ووارد جدا كان ممكن يكون سبورتنج ليه، او ان هو يدعمه في ان هو يكون احسن منه كمان، وكان ممكن علاقتهم من غير غيره تبقى احسن بكتير واقوى. للاسف احنا بنكتشف الناس اللي بتنفسن علينا متاخر، بعد لما نبقى يعني فات الاوان، بعد لما يعملوا فينا مقلب. فعلا في بتبقى في مشكله انه في طرف قادر طول الوقت ان هو يبص للطرف الثاني بحب فيديله اكتر ما عنده، وفي طرف المنافسن للاسف هو مش شايف ده كله، شايف بس الميزه او الحاجه اللي هو بيحسد الثاني عليها. احنا بنشكرك جدا يا نورهان، ومداخلتك كانت جميله جدا، ومتشكرين جدا على رايك النهارده. فعلا زي ما قالت نورهان، يعني النفسانه مش بس بتأذي صاحبها، دي ممكن كمان تأثر على الطرف الثاني من ان هو يتصدم برد فعل ما كانش هو متوقعه. ده كان طول الوقت بيبذل مجهوده، بيستثمر في عاطفته تجاه الطرف الثاني بان هو ياخد حب، بيتفاجئ انه دي نفسانه. خصوصا لو كان الشخص اللي بيغير ده بيظهر دايما حبه للي قدامه، بيجامله، بيمدح فيه طول الوقت. هو في ناس بتكتشف ان هو من ورا ظهره بيقول حاجات تانية خالص، يعني زي ما بيقولوا كده ما بيطمرش فيهم، اما ما بيمناش عينيهم اي حاجه كويسه اي حد بيعملها لهم، وبيحسوا دايما ان هم عايزين يبقوا احسن من اللي قدامهم، سواء اللي قدامهم ده بيحبهم ولا ما بيحبهمش، او بيضحي علشانهم او بيعمل علشانهم اي حاجه. ممكن تكون برضو النفسانه دي بتضر تاثير سيء جدا لما يكون في فروق اجتماعيه بين الاصدقاء او بين القرايب مثلا، لما يكون في مثلا فروق ماديه حتى، ويحس مثلا الطرف الاقل ان اللي قدامه ده طب ليه ربنا اداله ده من غير ما يتعب فيه، طب ليه ربنا اداله حاجات كتير انا ما عملتهاش، وانا ليه اقدر مش عندي زيها. النقطه دي بس ناخد مداخله تليفونيه ثانيه. واضح ان الناس النهارده الموضوع حلو وبيعانوا، واضح ان الناس بتعاني كلها من الموضوع. الو، مساء الخير. مساء النور، نتعرف عليكم. ازيكم، عاملين ايه؟ الحمد لله. انا بحب البرنامج بتاعكم جدا، على طول بتفرج عليه، بجد مجموعه شباب كويسه قوي. ربنا يخليكي. نتعرف عليكي. معاكم نانسي. اهلا يا نانسي، ايه رايك في موضوع النفسانه؟ ايه رايك في موضوع حلقتنا النهارده؟ بصي، انا كان في موضوع كده لقيته اللي هو موضوع الحمى، اكتر حاجه كنت عايزه اتكلم فيها. دي بتخلق مشاكل كتير قوي في البيت، اكتر نموذج فيه نفسنا فعلا كان اتكلموا فيها في الفقره الاولى، فكنت عايزه اضيف عليها ان فعلا بتعمل مشاكل، ان ساعات الحما تبص ليها تقعد تقول لها مثلا دي بتحب ابني، طب انا ايه موقفي انا من ده كله، فاقعد اوقع بقى في ابني. طب نانسي، ممكن تقولي لنا ممكن نصيحه مثلا لواحده ممكن تكون بتعاني من نفسنا من حماتها، او العكس ممكن تكون الحما على فكره ابنها بيحبها قوي، فممكن مراته هي اللي تغير، ممكن النصيحه في مواجهه النفسانه في حاجه زي كده ممكن تكون ايه؟ لا بص، الدنيا بسيطه قوي، مش محتاجه ان اي حد ينفسن على الثاني، ان دي بتبقى ام ودي زوجه برضو، وانتي اكيد برضه يعني هي ده يبينله وهتشيل عياله، فالمفروض انتي برضه تعمليها كويس. المفروض تعملها حتى تعملها زي مامتها، يعني تعتبرها زي مامتها. لو الحما اعتبرت مرات ابنها زي بنتها، ومرات الابن اعتبرت الحما زي مامتها، مش هيحصل اي مشاكل، هيكون موضوع احسن بكتير عن ان يفضلوا ينفسنوا على بعض. اكيد طبعا، هم في الاخر وفي الاول والاخر عيله واحده، يعني كل دول يعني مرات الابن والحما والزوج كلهم عيله واحده، احنا بنشكرك جدا، في بينهم عيله واحده يعني. احنا بنشكرك جدا يا نانسي، ميرسي جدا على مداخلتك النهارده. هي عندها حق بصراحه، موضوع الحمى ده بصراحه بيخلق مشاكل كتير قوي. لو الواحد ما قارنش نفسه بحد وبص على مميزاته وخلى نفسه وخلى عنده قناعه كده بمميزاته وباللي في حياته وما بصش على النقص اللي في حياة التاني، يعني اعتقد الموضوع ده هيقل معاه جدا، ويحاول يطور نفسه ويتقبل الاختلاف. ان الناس مختلفة في شخصياتها وفي طريقة حياتها، فمش معنى ان حد مختلف عني ان هو كده احسن مني او ان ده بيميزه عني في حاجه. ويبقى عنده حافز ان هو يطور نفسه لو شايف نفسه ان هو اقل من اللي قدامه، ويطور مهاراته ويحاول ان هو يدور على نقط القوه زي ما قلنا في الاول، ويسيب نقط الضعف، لان كل واحد مهما كان لازم يبقى عنده قدرات ومهارات معينه يحاول ينميها ويطورها عشان ينمي نفسه ويحاول ان هو يبقى احسن. بس انا يا جماعه هستغل في فكره النفسنه ما بين الام والزوجه واقول ان النفسنه في الموضوع ده بالذات مستفيد منها الراجل بصراحه، بيتعمل له احسن اكل من الاثنين. طب افرض ان هو بقى بيتعكنن عليه؟ لا بس على فكره بتعمل له مشاكل كتير ووجع دماغ. يعني اللي يشتغل في الموضوع ده على فكره ذكاء الراجل، ان هو طول الوقت انه يحاول يوفق الامور وهو يكبر دماغه ما يجيبش النكد. مش كل الرجاله بتعرف تعمل كده. ده حقيقي، هو على حسب بقى بصراحه فعلا طريقة التعامل مع الأمور وعلى قد حجم النفسنة قد إيه. الحقيقة المفروض إنه مش بس النفسنة ممكن تحصل ما بين الزوجة والحما، ممكن على فكرة تكون ما بينك أنت وقريبتك، ما بين واحدة ومرات اخو جوزها ولا مثلاً. او حتى على فكره بقت حتى الرجاله، يعني حتى ممكن النهارده واحد يكون قاعد مع صاحبه وبيحبه جدا، ومجرد ان هو جاب عربيه فجاه تلاقي بدل ما يقول له مبروك وربنا يبارك لك فيها تتفاجئ جايبها صيني. انت ليه ما جبتهاش الماني ولا اوروبي؟ يتريق عليه ويحسس ان هو ما عملش حاجه. يعني دايما الواحد بيبقى نفسه يعرف انا امتى يعني اوقف نفسي، امتى احمي نفسي من فكره النفسنه. وقت ما احس بالغيره ناحيه حاجه معينه او النفسنه ناحيه حاجه معينه، ازاي نعملها. للاسف وقت حلقتنا خلص النهارده، بس اهم حاجه قبل ما نختم حلقتنا ان احنا نقدر كويس نعرف ايه هي نقط القوه بتاعتنا ونشتغل عليها ونتجاهل تماما اي منافسه بينا وما بين حد ممكن يضرنا. احنا بنشكر حضراتكم على حضوركم لحلقة النهاردة، وإن شاء الله حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج التجمع السادس.